لمناقشة ملف توحيد الجهود الفلسطينية ضد التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني، ينضم إلينا عبر الهاتف من الضفة الغربية الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ محمد رقيق. أستاذ محمد، بداية مرحبا بك. منظمة التحرير الفلسطينية أكدت أن هناك إعلانا مرتقبا بشأن قيادة موحدة للمقاومة الشعبية الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني وإنهاء الانقسام الفلسطيني. كيف تقرأ هذه الخطوة؟ نعم، هي خطوة متأخرة جدا، ولكنها تؤسس لما يرنو إليه كل فلسطيني وكل وطني وكل حتى عربي وإسلامي ومسلم في المنطقة، لأنها هذه الخطوة تدعم الأرضية التي بني عليها قرار الفلسطيني بالمواجهة لنيل الحقوق واسترداد ما سلب منه من يد الاحتلال، وأيضا تنسف فكرة أن عملية السلام التي حاول الاحتلال تسويقها للعالم والتي بدأت الجريمة فيها من مصر مرورا بالأردن ودخولا على الفلسطينيين وذهابا إلى بعض الأطراف العربية. لذلك هو الآن إن كانت هذه الخطوة جدية وإن كانت النية جدية لدى السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وحركة فتح مع الفصائل الأخرى، فهذه تؤسس لمرحلة مهمة تقودنا إلى التوحد وحالة الالتفاف حول قرار المقاومة بكل أشكالها بما فيها المقاومة المسلحة والمقاومة الشعبية. ولكن إن كانت هذه الخطوة فقط نكاية بدولة عربية هنا أو موقف هناك أو حالة من الحرج السياسي، فإنها ستضيف معاناة جديدة للقضية الفلسطينية، سيسير على جراحها المزيد من بعض الأنظمة المستبدة وبعض الأنظمة التابعة. أستاذ محمد، صائب عريقات، صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قال إن التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني يمهد لإنشاء تحالفات عسكرية تقودها تل أبيب في المنطقة. يعني إلى أي مدى تتوقع أنه ربما نشهد تحالفات عسكرية عربية صهيونية حقيقية؟ هي بنوع من البساطة والتبسيط للملف، دعوا كل دولة عربية تريد أن تطبع، دعوها تطبع، دعوها تسير مع الاحتلال الإسرائيلي كما يريد، ولكن همسة في أذان كل محاول لتطبيع أو من طبع. تذكروا جيدا أن الشعب الفلسطيني الذي بدأت عنده مسيرة التسوية ذل ذلا كبيرا على يد الاحتلال تحت شعار أنه يريد السلام والعيش والأرض مقابل الأمن. الشعب المصري سلب غازه فقط حينما قالوا له تعالى إلى السلام. الشعب الأردني سرقت مياهه وأرسلت إليه مياه المجاري فقط عندما عقد اتفاقية السلام. يا أيها العرب افهموا جيدا، اليهودي لا يمكن له أن يقيم معاهدة سلام أو أن يقيم أو أن يبتسم في وجهك إلا ليمتص دمك ويأخذ حقك، ولا يريد أن يصوت فقط النظرية الأمنية والتحالف العسكري وكل هذه الشعارات رنانة لا يمكن له أن يبني عليها أي شيء. انظروا إلى سيناء، الجيش المصري لا يستطيع أن يتحرك فيها شيئا شبرا واحدا. لماذا؟ لأنه مقيد باتفاقيات. انظروا حتى إلى المقاتلات الأمريكية التي يحاول الإماراتيون أن يسترونها، لا يوجد. انظروا إلى الأردن كيف له أن يقيد وأن يحاصر. هذه المعادلة التي يحاول بعض البلدان العربية ربطها بأنها تحالف عسكري وأن إيران ضربها وأن هذه نقطة خطيرة لا يمكن أن تسير. أستاذ محمد، هناك نقطة مهمة جدا، يعني جميع القوى الفلسطينية تقول أن التطبيع مع الكيان الصهيوني لا يخدم المصالح الفلسطينية والعربية. لماذا خلال هذه المرحلة نشهد هرولة عربية رسمية إن صح التعبير إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ لماذا الآن؟ هي انظر إلى من يهرول، يعني دعونا نرى من يهرول. هل هناك نظام منتخب من الشعب وصوت الشعب هو الذي يهرول؟
هل رأينا عشرات الآلاف من المواطنين الإماراتيين والبحرينيين والسعوديين يهتفون إلى إسرائيل؟ هذه البروباغندا الأمريكية الإسرائيلية وبعض الأنظمة المستبدة وبعض الأنظمة الفاسدة وبعض الأنظمة الانقلابات هي التي تصنع هذه المعادلة. حتى الانتخابات الديمقراطية التي حصلت في مصر، انظروا كيف انقلب عليها أتباع الاحتلال. هذه معادلة لا داعي لأن نقول خلاص انتهى الشعب العربي وبات يسلم للتطبيع. الشعب العربي لم يسلم للتطبيع. بعض أنظمة الرويبضة والنطيحة والمتردية التقت على طاولة واحدة كي ترضي الأمريكان، وهذا الذي حدث فقط، وليس له أفق، لا عمق عسكري ولا عمق أمني، بقدر ما هو فقط البروبوغندا يستغلها نتنياهو وترامب لمرحلة مؤقتة. هناك أيضا أستاذ محمد، هناك تهديد من قبل القيادة الفلسطينية بشأن الانسحاب من جامعة الدول العربية. إلى أي مدى ترى أن هذه الخطوة ربما تضغط بشكل يعني له قوة وله ضغط وله أثر، تضغط لوقف قطار التطبيع مع الاحتلال؟ انظر، لا يوجد جامعة دول العربية حتى بروتوكوليا، يعني مصر، البحرين، الإمارات، السعودية حاصروا قطر لأكثر من 5 أعوام، وانظر إلى النتيجة، هم الآن الذين يحاربون إلى التطبيع. هذه الدول التي حاصرت دولة شقيقة لهم. أيضا الدماء السورية سالت، الدماء العراقية سالت، الدماء الليبية سالت، الدماء التونسية سالت، المجازر حدثت في غزة، في فلسطين انتهكت. حتى مبادرة السلام العربية التي أقرتها جامعة الدول العربية لم تتقدم فيها دقيقة واحدة. لذلك جامعة الدول العربية سواء انسحبت منها السلطة الفلسطينية أو بقيت فيها، فهي شكليات أصلا أقيمت كي تكون مخدرا للشعوب العربية. وانظر لي واعطني، إذا خانتني الذاكرة، أعطني ملفا واحدا من الملفات التي أنجزتها جامعة الدول العربية لصالح الشعوب العربية. صفر. هذه الذاكرة التي أنا أمتلكها صفر. لماذا؟ لأنها هي فقط بروتوكولية تسعى لتعزيز الأنظمة الدكتاتورية. حتى الانتخابات، حتى المنتخب، حتى النظام المنتخب كما حدث مع الرئيس محمد مرسي، تم أعلان أمام أعين جامعة الدول العربية. حتى انتخابات 2006 في فلسطين تمت أمام جامعة الدول العربية وتم الانتضاض عليها. لذلك هذه جامعة شكلية تهدف معادلات معينة للأسف، وإذا فاقت من نومها السلطة متأخرا فهو هذا واقع مرير. يجب أن يبقى الشعب الفلسطيني في خندق المقاومة والمواجهة ومن خلفه الشعوب العربية. غير ذلك ستكون لبعض الأنظمة الرويبضة والنطيحة كلمة أوسع. أما البقاء في الوحدة الوطنية والمقاومة وإبقاء العمود الفقري للقضية الفلسطينية هي الشعوب العربية والشعوب الحرة ومن معهم من أحرار العالم، هذا هو البديل. نشكرك شكرا جزيلا. من الضفة الغربية الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ محمد الخيق، شكرا لكم.